فرخ الغراب إذا فقس عن البيضة يكون كأنه شحمة أبيض، فينكره الغراب ويتركه لأنه لا يوافق لونه، فيسوق الله تكرما منه إليه البق نوع من الدود، فيقف على منقار الفرخ الصغير يعجبه ريحة منقاره فيلتقمه، فيقتات منه حتى يحمم يعني ينبت شعره فيسود، فإذا اسود شعره ألفه أبواه الغرابان وأقبل عليه وألقطاه الحب، ولا يقدر على تسخير هذا إلا الله، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ والله قال فلمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، اللهم لا تمسك عنا رزقك، قال من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، إن خروج كل أحد لطلب رزقه أخذ بالسبب، لكن ينبغي أن يعلم يقينا أنه لا أحد يرزق إلا الله، وأن أعظم الرزق هي الجنة، سماها الله جل وعلا رزقا بنص كلامه، فكلما أعطيت شيئا من الدنيا أمل فيما هو أعظم، والله جل وعلا يسأل ما قل وما كثر، ما عظم وما حقر. وهو في بعض الأخبار أن الله قال لموسى: يا موسى سلني ملح عجينتك، سلني علف دابتك، سلني شسع نعلك، فكل شيء إنما يقع إذا أراد الواحد أحد، ولن يسلم من البلاء أحد، لكن الناس يختلفون في تقبلهم للبلاء، يختلفون في ثقتهم بربهم جل وعلا، في حسن ظنهم بالله جل وعلا، وهذا بناء على أن معرفتهم بالله تختلف من مؤمن إلى آخر، من شقي إلى سعيد، من تقي إلى مفرط، من متقدم في الطاعة إلى مقصر، الناس يختلفون في هذا. وقد قالوا إن جمعا ركبوا في سفينة فاضطربت بهم فخاف أهلها، فكل أخذ يبحث عن حل ومنجا، وأحد الصالحين في زاوية منها لا يبالي بما وقع، فقالوا له: أما ترى ما نحن فيه؟ فرفع يديه وقال: اللهم إنك أريتنا عظيم قدرتك فأرنا اللهم لطفك ورحمتك، فاستقرت بهم السفينة. والناس لا يمكن أن يطالبوا جميعا بهذا الأمر، لكن المعرفة بالله هي التي ينجم عنها السلوك، هي التي ينجم عنها التفاعل مع الحدث. وذلكم خرج مع أصحابه حتى وصلوا إلى أجمة أي إلى غابة، ثم أخرجوا طعامهم وتفرقوا بجوار بعضهم البعض، هذا يعد طعاما وهذا يفرش مهادا وهذا ييسر مشروبا، وأحدهم قام يصلي لما رأى أن أصحابه يكفونه العمل، فلما كانوا في أجمة أي في غابة جاء لهم أسد، فلما سمعوا زئيره فروا كل منهم أخذ جهة وينقلب إليها، وهذا الذي كان يصلي بقي كما هو يصلي، فجاء الأسد فجال جولة ثم انصرف، فلما تيقن الرفاق أنه قد مضى أي الأسد وأن الخطر زال وأن الشر ولى، قدموا إليه فوجدوا صاحبهم كما هو يصلي، فلما فرغ من صلاته سألوه: أما خفت الأسد؟ قال: والله إني لأستحيي من الله أن أخشى أحدا غيره وأنا بين يديه، إني لا أستحي من الله أن أخشى أحدا غيره وأنا بين يديه. ومن الناس من يستحي من الله أن يأكل وأحد ينظر إليه، ويستحي من الله أن يكون بيديه فضل مال وبعض الناس يعلم به، ويستحي من الله في أمور عدة، ويستحي من الله في من جاءه يذكره بالله، ويستحي من الله في شتى الأمور، ومرد ذلك كله
إلى أنه وقر في القلب تعظيم الله. وقد قلت في مواطن متفرقة إنني أعرف البعض كان إذا أركب والده معه في سيارته يفتح له الباب تأدبا، فإذا استقر والده في السيارة لا يغلق الباب، مع أنه بإمكانه أن يغلق الباب ويدع أبوه يغلق الباب بنفسه. فإذا أردف وأركب أمه معه فتح الباب، فإذا استقرت أمه في السيارة أقلقه بيده، يعني يتولى هو إغلاق الباب حتى يفرق درجة يسيرة بين تعاونه مع أبيه وأمه، لأن الله قدم الأم على الأب، والرسول صلى الله عليه وسلم قدم الأم على الأب. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، في حديث آخر أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك. والمقصود هذا من فقه القرآن، من فقه السنة. ليس سهلا يا أخي أن يقال لك اتق الله ثم تصر على ما أنت فيه. قد يغلب على أحدنا الانشغال عن الصلاة، فيمر عليك في الطرقات بعض إخوتك، فربما حتى لو أغلظ في الخطاب وقال اتق الله صلي، هذه كلمة اتق الله وحدها يجب أن تزلزل القلوب، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال لأشرف خلقه وسيد رسله يا أيها النبي اتق الله. أثنى الله جل وعلا في كلامه العظيم على المقسطين، والمقسط هو العدل المنصف، لكن الكمال الإلهي غير الكمال البشري. فقد يأتيك اثنان يختصمان فتقضي بينهما وتنصف فتصبح مقسطا. قال صلى الله عليه وسلم وقد ضحك كما أخرج الحاكم في المستدرك، فقال له عمر ما يضحكك يا رسول الله؟ قال رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما أي رب خذ لي مظلمتي من عبدك هذا، فيقول الله جل وعلا لمن اشتكي أعط أخاك مظلمته، قال أي رب لم يبق من حسناتي شيء، فيقول الله لمن شكى لم يبق من حسناته شيء، قال أي رب فليحمل عني وزري وذنوبي. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال إنه ليوم عظيم أن يطلب من الناس أن يحملوا أوزار بعضهم بعض. فقال له احمل عني ذنوبي ووزري، فليحمل عني ذنوبي ووزري. ثم إنه بقدر الله يلتفت هذا الشاكي فيرى في الجنة قصورا من ذهب وفضة، يقول له رب هل ترى شيئا؟ قال أي رب أرى قصورا من ذهب وفضة، هي لأي نبي هي أو لأي شهيد؟ فيقول الله جل وعلا له هي لمن أتى بالثمن، فيقول أي رب وما ثمنها؟ فيقول الله جل وعلا له أن تعفو عن أخيك، فيقول أي رب قد عفوت عنه، فيقول الله له خذ بيد أخيك فادخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم بعدها فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. موضع الشاهد لا يقدر أحد أن يرضي الظالم والمظلوم في آن واحد إلا الله، لا يقدر أحد أن يرضي الظالم والمظلوم في آن واحد إلا الله. بمثل هذه الأحاديث تنجلي كثير مما يقع في النفوس أحيانا من شبه حول صفات الله وصفات المخلوقين. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، والله المستعان، والحمد لله رب